إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الحاج نامق فائق من مدينة السليمانية حول بيته مضيفا للفقراء والمساكين والنازحين، يطعمهم بالمجان ويحتسب أجره عند الله. نعد الطعام للفقراء والمساكين يوميا، يأتوننا من كل مكان، من سوريا ومن مدن العراق المدمرة. هم يأتون إلى هنا يستريحون ويأكلون ويشربون. كل يوم عندنا هذا، ويوم الجمعة نقوم بطهي اللحوم لهم، وكله على نفقة الخاصة. يقوم الحاج نامق أيضا في كل يوم جمعة بإرسال الطعام إلى المسجد القريب لإطعام عابري السبيل والمحتاجين. يوم الجمعة عيد للفقراء، نقوم فيه بطهي أكثر من 60 كيلوغراما من اللحوم مع أطباق من الخضروات والفواكه. كذلك نعطي الأطفال الفقراء مبالغ نقدية. ولا يكتفي الحاج نامق بذلك، بل يستأجر عمالا وطباخين براتب شهري ليقوموا بإعداد الموائد اليومية للمحتاجين والفقراء. من نعم شاناز عبد الله لا أعمل في تكية الرحمن منذ 3 سنين، حيث أحصل على راتب شهري، كما أنني أستطيع الحصول على كل المواد التي أحتاجها لبيتي. يبدأ عملي يومياً منذ الساعة 8 صباحاً، حيث أقوم بتنظيف المكان وأساعد في إعداد الطعام. طبعاً هاي المشروع مشروع ناجح وشغلة حلوة وتفيد العرب والأكراد ومرتاحين. طبعاً إحنا عمال بالمصدر نشتغل، فأجوا حكولي على هاي المشروع الناجح والحلو، فقمت كل يوم أنا أجي أتغدى هنا، وما شاء الله أكل حيل طيب وخدمات ونفسية طيبة وراحة. الحاج نامق مثل للصورة التي تعبر عن الحالة الاجتماعية الصحيحة بين أفراد المجتمع.